الو صباح الخير اختي سناء، لاباس عليك؟ لاباس عليك، تحيه لك والعائله ديالك وعلى راسهم الام ديالك الله يخليها لك وجهها تحيه كبيره. كتسلم عليك بزاف وكلشي كيشكركم لا طنطان ولا الحمد لله المغرب كله الحمد لله يبارك فيك الله عليكم الحمد لله. وتحيه لجميع طاقم ميد راديو وكل مستمعين والمستمعات لاله مولاتي اييه وعائلتي بسادات بأفود والمغاربة كلهم داخل وخارج الوطن. شكرا لك بزاف على التحية. بارك الله فيك وتبارك الله على الأخت حورية، الحمد لله ديما كتفيدنا بالجديد دائما. شي اللي كاين الله يعطيها الصحة تبارك الله عليها. بالنسبة للوصفة ديال اليوم كان طلبات كثيرة بزاف على الدجاج اللي كنت عطيت، لأن كاين شي مستمعات كيتصلوا ما كيكمل لهمش روشاج وكتبهم لأنني نعود لهم ونتمنى يكونوا في الاستماع. أييه واخا. وبحلاوة يعني غنعاودها كنت عطيتها العام فايت واخا الله ولا بقى الوقت نعطي واحد الحلوه للدراري الصغار ما بقاش ماشي مشكل. انا بغيت نشرح الدجاج مزيان. اي فعلا لانه الدجاج الا شرحتي لنا وكلشي غادي يستافد منه. اي تفضلي. بالنسبه انا نعطي بحلاوه واخا نبداو بها تفضلي. نبداو بحلاوه عندنا في العجينه اكثر من المهم 600 غرام ديال الطحين اكثر من نص كيلو واحد شويه 100 غرام ديال الطحين ومعلقه كبيره عامره ديال الزبده قياس 80 غرام معلقه عامره ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي وجوج معالق كبار ديال الزيت زيت المائده ومعلقه كبيره ديال العسل وبيضه واحده نعاود سمحتي عندنا 100 غرام ديال الطحين ومعلقه كبيره ديال الزبده عامره الزبده مليينه قياس 80 غرام ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي وجوج معالق كبار ديال زيت المائده ومعلقه كبيره ديال العسل عادي ديال الدار وبيضه واحده. كنجمعوا هذا الطحين هذا بالماء عادي بحال اللي كنجمعوا العجينه ديال كعب غزال كنجمعوها بالماء وكندلكوها هي ما تكونش شويه مطلوقه ما تكونش قاطحه بزاف تكون بينه وبينه مطلوقه. غادي نقطعوها على ثلاثه ديال الكويرات ولا اربعه ونغطيوها ببلاستيك ونخليوها تقريبا ربع ساعه خليوها كترتاح. كيكون عندنا الحشو، الحشو فيه كيلو ديال الكاوكاو داك المنقي الكبير وغادي نعاود هذه النصيحه هذه للمستمعات اللي ما كانوش في الاستماع. غادي تشدوا هذاك الكاوكاو الكبير ديريه في زيت كبير زيت عادي نقي وترشي تدي واحد الكاس ديال غير ربع كاس ديال الماء غير ربع كاس ديال الماء قياس معلقه كبيره ولا جوج معالق في الكاس وتضيفي ليه نقطه ولا جوج ديال روح اللوز وغادي ترشي الكاوكاو بهذاك الماء. يعني الا رشينا غير روح اللوز بوحدو ما غاديش يتوسع غنديروه مع الماء ونرشوه وغادي تجمعي داك الزيف وتحاولي بحال اللي تحكي هذاك الكاوكاو حتى كيشرب لينا الروح ديال اللوز. اما نخليوه ليله كامله اما عادي نقليوه عادي. ومنين بغي نقليوه في الزيت دائما الزيت يكون بارد ما نخليوهش حتى يسخن عاد نرميوه لانه يعني مجرد ما كان نرميوه هذاك الكاوكاو كيتحرق لا هو ولا اللوز. الزيت يلاه نديروه في المقله نرميو فعلا باش ما يتحرقش لينا. حنا كنحركو الزيت كيسخن هو حتى كيتذهب اللون ديالو. حنا حمرنا قلينا هذا الكاوكاو كنخليوه كيستقطر ملي كيستقطر مزيان هذاك الزيت كنقصو قياس ربعه الزيت قياس واحد الزلافه هكذا وهذا كيلو لا ربع كنطحنوه كنطحنوه ما كيكونش هو غبره لانه راه مقلي في الزيت كيكون معلق شويه ورقيق. ملي كنطحنوا هذا كيلو لا ربع ديال الكاوكاو كنضيفوا ليه معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده وتقريبا نص كاس عادي ديال ما زهر وكنبقاو نجمعوا بالعسل. هاد الحشوه كتجمع بالعسل كنبقاو نجمعوا بالعسل الكافي اللي كيجمع لينا هاد الحشو حتى كنحصلوا على واحد العقده كنخليوها على 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 جهه وكنشدوا هذاك الكويره اللي كنا خلينا كيرتاحوا كندهنوا الطبله ولا الرخامه بالزيت وكنسرحوا بالمدلك كنسرحوا بالمدلك كتكون العجينه شويه رقيقه وكناخذوا حرابل من هذا الكاوكاو لان راه كيتشكل لنا على شكل حرابل وكنديروه في القنت ديال العجينه على شكل بحال فقاس هكا طويل وكنلفوا العجينه عليه بحال اللي بغينا نديروا المقروط كنلويو عليه العجينه وكنقطعوا بالموس. يعني كنحصلوا على واحد الحرابل طوال في وسطهم الكاوكاو ونلفوا عليهم العجينه. من بعد كنحاولوا هذيك العجينه اللي درنا داك هذاك الملفوف الطويل كنحاولوا غير بيدينا كنبسطوا شويه في الفوق وفي الجناب باش كنحصلوا على واحد المستطيل مربع باش ملي نقطعوه بمسكين يكون عندنا مربعات بحال الكراميله. ايه واخا كنقوم نبسطوا بيدينا غير بشويه كنقطعوا بمسكين على شكل مربع على القياس ديال بحلاوه كتجينا مربعه. كيكون حدانا واحد جوج طبيصلات واحد فيه بياض البيض وواحد فيه زنجلان محمر ومنقي
يكون محمر الزنجلان. كنغمسوا داك الجنيبات لان فاش كنقطعوا هذوك المربعات كيبقى يبان لينا الكوكو من الجناب. يعني غادي نغطيو بهذاك الزنجلان هكذاك كنغمسوا بيض البيض هذاك الكوكو اللي باين لينا نغمسوه بيض البيض ونفندوه في الزنجلان. ونفس الشيء بالنسبه للجانب الاخر وغادي نحطوه في طاوه مدهونه وغادي نبقاو على هذيك العمليه تنكملوا حتى كنكملوا. ملي كنساليو الطاوه كلها كل مربع كندهنوه بصفار البيض بشيته ولا غير بالصبع ديالنا باش كتحكمي مزيان. كدهنيه بصفار البيض وهذاك الكاوكاو اللي كنا نقصناه هو باش كنزينو كنديرو نص حبه ديال الكاوكاو في هذاك المربع. كنخليوها ليله كامله. نصيحه ما يطيبوش الحلوه لان الا طيبوها غادي تنفخ الحلوه وغادي يطير لنا داك الكاوكاو. فعلا هي كتولي بحال القشر الفوقانيه ما لصقاش مع العجينه التحتانيه. دابا نخليوها ليله كامله وعاد الصباح عاد نطيبوها. الصباح عاد نطيبوها نطيبوها في الفران سخون حتى كيسخن وكنقصوا ليه وندخلوا الطاوه. ملي كتتحمر نزلوها لتحت حتى كيذهب اللون ديالها مع فيها الصفار البيض حتى كيتهال اللون ديالها. ملي كتخرج مباشره كنسقيوها تقريبا بيطرو ولا جوج يطرو ديال العسل فوق الطاوه. كنخليوها شي 3 ساعات ولا 4 ساعات حتى تشرب داك الحلاوه هكذا. من بعد كنصفيوها ونديروها فواحد القواعد ديال الحلوه وكيجي لها في المنظر ولا في المذاق. فعلا الله يعطيك الصحه طرحت لنا مضبوطه واكيد المستمعات غادي يجربوها في الحين وكنشكرك بزاف. نمشيو للدجاج محمر ياك؟ ايه بالنسبه للدجاج غتكون عندنا نعطيكم القياس ديال الدجاجه واخا نضاعفوا الكميه والمقادير كلهم كتضاعفهم على حسب كميه الدجاج. كنغسلوا الدجاجه مزيان كنرقدوها في الملحه والحامض مع الصفر. غير الحامض الخل ما نديروش لان الخل كيفتت لينا الدجاج. الملحه والحامض وكتبات ليله كامله. الصباح كنغسلوا هذيك الدجاجه مزيان من ديك الملحه ما كنديروش الملحه بزاف يعني غير شويه وكنخليوها كتقطر. كناخذوا واحد 6 ديال الدروسه ديال الثومه كبار 6 ديال الدروسه ديال الثوم كنديروهم في مهراز. هاد الطريقه هادي راها مهمه. كنديروا هذاك الثومه في المهراز وكنضيفوا ليها معلقه صغيره عامره ديال سكنجبير ونص ضمد البنه نص ولا ربع على حسب الملح اللي دارت السيده. وكتحاولي تدقي مزيان هاد الثومه والسكنجبير حتى كنحصلوا على واحد العجينه. كنديروها في واحد الاناء وكنضيفوا ليها هذيك العجينه اللي درنا راس معلقه ديال الزعفران عادي وشويه ديال الزعفران الحر اختياري اذا كان موجود ما كانش موجود زعما ديروا سيده ونص معلقه صغيره ديال البزار ونص كاس ديال الماء غير نص كاس ديال الماء وكنخلطوا هاد العناصر كلها يعني غير البزار والزعفران ونص كاس ديال الماء البزار والزعفران وهذاك السكنجبير اللي كنا دكينا مع الثوم ونص كاس ديال الماء وربع قلب ديال حامضه صغيره غير القلب ديالها وكنشرملوا هاد الدجاجه هادي مزيان من برا ومن الداخل يعني ما كنستعملوش قزبر ومعدنوس نهائيا كنستعملوه فت زيت في الاخير ولكن في المرقه ما كنديروهاش كيطلق هذاك اللون ما كيخليش المرقه بنيه وكيقطعها يعني نصيحه ما كاينش قزبر ومعدنوس يعني وكنشرملوا الدجاجه مزيان بهذا اللي درنا هذا الخليط اللي درنا كنديروها في الطنجره وكنبقى نقلبوا الدجاجه كنشعلوا عليها النار كتكون متوسطه ما كنديروش الزيت لان الزيت ما كيخليش الدجاجه تشرب هذاك الزعفران المهم ديك الشرموله ايه ديك الشرموله ما كتجي ديك الطبقه ديال الصدر كتكون بيضاء يعني في الطنجره نديروا الدجاج وهذاك المريقه اللي درنا داك كاس الماء مع الترميله كنبقاو نقلبوا الدجاجه في الصدر في الظهر في الجناب حتى المهم كتشرب كيولي اللون ديالها بني من بعد حتى كتشرب من بعد عاد كنديروا الماء الماء اللي غادي يكفي هذيك واحد لتر ولا لتر ولا ربع اللي غيكفي الدجاجه وما كنديروش الدجاجه على الصدر ديالها من الاول حتى كيغلي لينا الماء يعني الا درناها في صدرها كيتلصق لينا الجلده في الطنجره كنديروها على الظهر ديالها ملي كيبقى الماء كيغلي عاد كنرجعوها على الصدر ديالها كنضيفوا نص كاس ديال زيت المائده وجوج بصلات كبار كنكونوا قطعينها مربعات صغار كنغطيو الطنجره هادشي اللي فيها كنبقاو نغطيوها ومره مره كنثقبوا هذيك الصدر والفخيدات ديال الدجاجه بداك القطيب كنبقى نقلبوا الدجاجه حتى كطيب كيفاش غنعرفوها طيب ملي كنديروا هذاك القطيب في الصدر ديالها ما كيخرجيناش الماء من الدجاجه كنعرفوها راه طابت كنحيدوا هذيك الدجاجه كنخليوها من بعد وغنقول لك كيفاش غادي تزيدات وهذيك المرقه كنصفيوها كنصفيوها شي طنجره ثانيه كنصفيوها بالصفايه وكنحاولوا نحكوا هذيك البصله حتى كتنزل لينا كيبقى لينا غير واحد شويه ديال البصله كنلوحوا يعني غير واحد شويه كنرجعوا هذيك المرقه للنار كنجهدوا ليها مزيان وكنضيفوا واحد 3 الكبيدات ولا 4 ديال الدجاج كنكونوا مقطعينهم مربعات كنكونوا سلقناهم في شويه الماء وورق سيدنا موسى واخا ونقدروا نضيفوا واحد القشره ديال الحامض هذاك الربع اللي حيدنا ليه القلب كنضيفوا في المرقه ذاك القشره ديالو كنبقاو نخليو المرقه حتى كتختار مزيان وكتولي بنيه كنمشيو للدجاجه
في مقله غادي نديرو يعني ها هي المرقه واش دارينا في مقله غنديرو ربطه مخلطه بين القزبر ومعدنوس ربطه مخلطه قزبر ومعدنوس غادي نقطعوها رقيقه في هذيك الكراده ديال القزبر ونضيفوا ليها اربعه ديال الدروسه ديال الثومه كنحكوهم ولا كندقوهم وربع حامضه مصيره مقطعه القشره ديالها ودرهم ديال الزيتون كتكون بالعظم واحد الحفنه هكا ديال الزيتون كن نقطعوهم مزيان بهذيك اللي كنمشيو بها باليمين وباليسار ديال يعني كنسحقوهم كلهم قزبر ومعدنوس بالزيتون بالحامض كيبان لينا الخليط كله اخضر يعني ما باين لكش الزيتون ما باين لكش الحامض كنديروه في مقله وكنضيفوا ليه معلقه صغيره عامره ديال السكنجبير وشويه ديال الزعفران وراس معلقه ديال البزار وشويه ديال التحميره ونص كاس ديال الماء كنبقاو نخلطوا هذاك هذا نحركوا هذه المقله القزبر معدنوس حتى كيشرب لينا داك نص كاس الماء حتى كتولي لينا الترميله بحال البقوله كتكون ناشفه من بعد عندنا هذا الهريسه اختياريه اللي بغات ديرها دير معلقه صغيره نص معلقه صغيره كناخذوا هذيك الدجاجه كنعمروها بهذا الخليط راه كتجي بحال اللي طايبه بها فعلا لانه هو طايبه القزبر معدنوس طايب بحال شي بحال البقوله كنعمروا بها هاد الدجاجه من الداخل والجهه ديال الخيطات والجهه الصفر كنوزعوا الخليط كله على الدجاجه كنحطوها في طاوه من بعد كنشدوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده شي كاسروله صغيره ونضيفوا ليها نص معلقه صغيره ولا راس معلقه ديال الهريسه وشويه ديال الملحه شويه ديال الزعفران غير شويه راس معلقه وضامه ديال البنه غير النص ديالها ولا ديك الضويمه ديال الثومه وشويه ديال التحميره وكنبقى نحركوا حتى كتذوب لينا الزبده كنحصلوا على واحد الزويته شويه بنيه شويه وشويه المهم زويته زوينه من هذيك الزبده وكنسقيو بها الدجاجه كندخلوها للفران حتى كتحمر كتجي كلها حمراء وفي صحن التقديم كنديروا الدجاجه وفي الجناب ديك هذيك المريقه والكبيدات كتكون بنيه وكنزينوا بشرائح ديال القشور ديال الحامض وبالصحه والراحه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك وأكيد المستمعات يعني غادي يكونوا سجلوا معنا يعني هاد الطريقة وأكيد أنا يوجدوا هاد الدجاج محمر لأنه عطيتينا الطريقة مضبوطة بالمراحل ديالو تبارك الله عليك اللي طلبوا لي الدجاج يكونوا في الاستماع أكيد أنا في الاستماع إن شاء الله وإن شاء الله مرة أخرى ممكن أن نعودوا الدجاج بطريقة ديالك شكرا لك بزاف نزهة من طنطن والأخرى إن شاء الله حتى يكون الوقت إن شاء الله أيه ممكن توصلوا معك في شهوات الوليدات ووجدي لنا شي حلويات خاصة بالأطفال واقتراحات خاصة بالأطفال ولا سمحتي أختي سنة واحد تحية الأخ عبدو الأخ ديالي